من تلك التي عيرتك بالشيب وهو وقار؟ خافت، فزت وابتعدت عني. والدك كان عميد كلية الآداب جامعة بغداد؟ يمكن المسلم مو إلا دائماً يكون أحسن صديق، يمكن المسيحي أو حتى اليهودي. هنا أختلف وياك شوية، فأني أرجعك إلى أصلك وأرجعك إلى أنك عراقي. عدالة اجتماعية؟ صدق؟ متحفظ على جزئية واحدة بس، وهي التصوير في دارك. رح أنتظر البرنامج كما يعرف، وهذا مسؤوليتي.